تحدث وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة خاطفة إلى القاهرة تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى اقتراح الرئيس المصري بذل جهودا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وجاء اجتماع كاري مع السيسي لمناقشة نتائج سلسلة اجتماعات عقدت في فيينا حول ليبيا في وقت سابق هذا الأسبوع، وعبرت خلالها القوى الكبرى عن استعدادها لبحث مطالب حكومة الوفاق الوطني الليبية بمنحها استثناءات من حظر تصدير السلاح إلى ليبيا لمساعدتها في السيطرة على الدولة. أعلنت الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي أن أفريقيا تدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية وترحب باستعداد الدول الكبرى لتسليحها لمواجهة داعش الذي يوسع نفوذه في ليبيا. جاء هذا خلال افتتاح أول مؤتمر بين إيطاليا وأفريقيا في روما بمشاركة نحو 40 دولة من القارة الإفريقية. من جهته أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو غانتيلوني أن أفريقيا تشكل رهانا استراتيجيا لبلاده، محذرا من المبالغة في التفاؤل في ظل تحديات ومخاطر الإرهاب. ينضم إلينا من القاهرة مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العربية السفير هاني خلاف. أهلا وسهلا بك معنا سيد خلاف. بداية، بعد زيارة السيد عقيل صالح اليوم كاري في القاهرة، برأيك أبرز ما تم بحثه بشأن الملف الليبي وهذه التطورات التي شهدناها في الأيام الماضية؟ أعتقد أن أول نقطة تكون على طاولة التباحث مع السيد كيري من الجانب المصري هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في عملية حلحلة الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، وما إذا كانت مصر تستطيع أن تلعب دورا ما في توفير بعض الذخائر أو بعض اللوجستيات المطلوبة في حالة اتخاذ قرار دولي بهذا الشأن. وإن كنت أرى أن الموقف الروسي المعلن مؤخرا فيما يتعلق بهذا الموضوع موقف يعني يستدعي تعامل جديد، لأنه هو بيرى موسكو ترى أنه لا إمكانية لحلحلة الموقف الدولي اتجاه توريد السلاح لأي طرف في ليبيا ما لم يتم الاتفاق نهائيا والانتهاء من العملية السياسية، والعملية السياسية بطبيعتها معقدة وقد تحصل فيها تطورات يعني سلبية في الفترة اللي جاية، لأنه الأطراف ما تزال متباعدة، القضايا الشائكة جدا المبحوثة، والإرهاب المتمثل في وجود داعش في سرت ما يزال يتحرك بحرية، وبالتالي نحن محتاجين إلى سرعة في بناء القوات الأمنية والقوات الدفاعية في ليبيا بسرعة، ويسمح لها بالتسلح الكافي، والمطلوب فقط لمحاربة الإرهاب في داعش وليس يعني لزيادة أوزان النسبية للقوى السياسية المختلفة. طيب، في ليبيا هنا وهو برأيك ده المعادلة الصعبة. هذه المعادلة الصعبة تحديدا ما يتعلق بالموضوع الأمني والعسكري، هل ترى بالأفق حل لها؟ خاصة أن حضرتك تحدثت أن ربما تم بحث موضوع رفع حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا. سمعنا في فيينا بأنه سيتم رفع هذا الحظر لصالح حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، وهو ربما ما يخالف مواقف بعض الدول الأوروبية وكذلك الدول العربية الداعمة للبرلمان في ليبيا وطبعا الجيش الليبي منها مصر. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت موقفها هي، ولكن مجلس الأمن اللي هو صاحب الصلاحيات في القرار والبت لم يتخذ موقفا بعد. وأول رد فعل ظهر عقب تصريحات السيد كيري في فيينا كانت من موسكو، حيث استمعنا مؤخرا إلى تعليق يقول أن موسكو ترى أن عملية البحث عن تحريك يعني موضوع الحظر على السلاح أمر دونه صعاب، يعني لن يسمح الروس بتمريره بسهولة ما لم يكن هناك اتفاق واضح بين الأطراف السياسية. الآن الأطراف السياسية عندها معضلة كبيرة في مسألة الاتفاق على المواقع السيادية داخل المؤسسات الحكومية الجديدة. اثنين، ما إذا كانت مجلس النواب يستطيع أن ينعقد ليستقبل مجلس الرئاسي في تبرق
ليبارك التشكيلة الحكومية الجديدة، ثلاثة التشخيص الأشخاص أو تعيين الأشخاص في المناصب السيادية، وده وفقا للمادة الثامنة من اتفاق الصخيرات المؤسس للعملية السياسية، فيها إشكاليات تفسير ما إذا كان السيد خليفة حفتر يكون هو المسؤول الأول والرئيسي عن الأعمال العسكرية والأمنية والدفاعية، أم وزير دفاع جديد يتم تعيينه، ويكون ويبقى رئاسة أركان الجيش موكولة إلى فنيين عسكريين. هذه القضايا شائكة بطبيعتها وتحتاج جهود سياسية ودبلوماسية، وقد تستدعي من مصر وبعض الأطراف القريبة من الشأن الليبي العاملة في الميدان الليبي أيضا جهودا إضافية في الفترة اللي جاية. والأمريكان أظن عندهم ثقة الآن دلوقتي في مصر في أنها تستطيع أن تلعب دورا أكبر مما لعبته في الفترة اللي فاتت، ومصر عندها خبرة كافية بمختلف أركان الحياة السياسية الليبية والحياة القبلية والحياة المناطقية، بما يجعلها لا تضع كل البيض في سلة واحدة، يعني لا يكون الرهان المصري فقط على شخص بعينه في موقع بعينه، لا، هي مصر مفتوحة أمام كل الخيارات التي يتفق عليها الليبيون والتي تسعى هي بنفسها إلى تحقيقها، لما يحقق التوازن ويحقق الفاعلية في الحرب على الإرهاب، لأن الحرب على الإرهاب هو المعيار الرئيسي الحاكم للقرار المصري النهاردة فيما يتعلق بالشأن الليبي. يعقب ذلك طبعا الاستقرار والأمن وغيره ووحدة الأراضي الليبية، ولكن الحرب السريعة على الإرهاب حتى لا يستشري. نعم. سمعنا مؤخرا في وجود بشائر لبوكو حرام في تعاملاتها مع داعش في سرت، وده من الأمور الخطيرة، يعني أن يكون هناك تلاقح من الأراضي الأفريقية إلى الأراضي الليبية في الشمال عن طريق الإرهابيين. طيب. وده خطر كبير. سيد خلف، نقطة أخيرة سأتوقف عندها معك، بما أنك أتيت على ذكر الروس وروسيا، يعني روسيا لفترة طويلة بقيت بعيدة عن الملف الليبي، منذ فترة بتنا نسمع بعض التصريحات، هل تتوقع أن تلعب روسيا في الأيام القادمة دور أكبر، وبحال دخولها على الخط بهذه الطريقة هل هذا ربما سيحلحل الأمور أم ربما سيعقد المشهد أكثر، كما نرى مثلا في الحالة السورية على سبيل المثال؟ هو عدد كبير من قطع القوات الجوية الليبية كانت روسية الصنع، وبالتالي أي نوع من التفكير في إعادة فك الحظر الدولي على التسلح أو على إمداد الجيش الليبي بإمكانيات جديدة سيكون بالضرورة بالبحث عن مصادر التسليح الوارد، فقد يكون في عودة إلى النظام الروسي، أو إذا كان في تجديد أيضا كما حدث في الأيام الأخيرة في عهد القذافي، كان في بدايات للتفكير في إدخال بعض الأطراف الغربية للإمداد العسكري. والنهاردة يمكن يعني أن يكون الوجود الروسي في مجلس الأمن والتقارب الروسي الأمريكي في الشأن السوري بالذات وربما في الشأن اليمني أيضا مؤدي بالتبعية إلى تقارب مماثل في الشأن الليبي. هل روسيا مستعدة تلعب دور إيجابي ولا تلعب دور المعطل لأي نفوذ غربي جديد في الأراضي الليبية؟ ده هترد عليه الأيام القادمة. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العربية السفير هاني خلاف، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في الأولى.